تخيل الرعب واللي شفته تحت الماي، الجراثيم والتلوث واليهال. كنت متخيل اني اقدر اشرد عنهم، بس واضح ان ما حد بيشرد من هالحوض الحزين. بيزخونك ويطيرونك ويغطسونك خصبا عنك، وبعد كل هذا يدلعونك كأنه ما صار شيء. ليش ما يقضون اجازتهم في جزيرة ياس هالصيف؟ ما حد قالهم ان الاطفال يدخلون مجانا؟ لا تغرك الابتسامة على وجهي، الحزن في القلب يا اخوي. فعلا انت مختلف في الماي. يوم انت تأجز هم يأجزون. خلي العابك على الجيم وعيش اجازتك صح. اخيرا عندي جزيرتي الخاصة.